بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. ذكر عظيم جدا 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 سنه لها الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يقال 100 مرة على مدار اليوم. ولو أني ظللت أقول جدا 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 إلى يوم القيامة لم أوفي هذا الذكر حقه. وخاب وحرم محروم الذي لا يقول هذا الذكر، وسندم عليه أشد الندم، أقسم بالله العظيم قسما أحاسب عليه يوم القيامة. الذي لا يقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كما سنه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، سيندم عليه أشد الندم يوم القيامة ويبكي دما عن الثواب العظيم الذي ضيعه. مناقب لا تحصى في هذا الذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له بعد العتق 40 ولد من بني إسماعيل، 40 ولد من بني إسماعيل، وكانت له حرزة من الشيطان وغفرت ذنوبه لو كانت بيته زبد البحر، ولم يأتي أحد يوم القيامة بعمل أفضل مما جاء، إلا لن يأتي أحد يوم القيامة بعمل مثل ما جاء به إلا أن يقول مثل ما قال أو أفضل مما قال، ولا يحل لذنب أن يدركه في ذلك اليوم. تعالوا بقى نحلل الحديث ده وننظر الى المناقب العظيمه لهذا الذكر. وجاء ايضا في صحيح الترغيب والترغيب للامام المنذري رحمه الله: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تعدل عتق نسمه. اذا انت لو قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره، وهي افضل ما تقال بعد صلاه الصبح أو تقال موزعة على مدار اليوم، ستحصل مناقب لا تحصى. أولا ستأخذ ثواب من تصدق بحوالي 20 مليون جنيه أو 30 مليون جنيه يوميا، لأنك أخذت ثواب عتق 100 رقبة، أخذت ثواب عتق 100 رقبة أو 40 ولد من بني إسماعيل كما قال الرسول في الحديث الصحيح. وولد من بني إسماعيل يعدل ولدين ونصف من الناس اللي هم مثلنا نحن، يعني لشرف بني هاشم. فهناك حديث أنها بعتق نسمة، هناك حديث بأنها 40 ولد من بني إسماعيل. فتصور معي أخي المؤمن، لو أن عندك عبد في هذه الأيام يباع في السوق، بكم يباع؟ أنت تأخذ ثواب عتق رقبة في الواحد، يبقى هتاخد ثواب عتق 100 رقبة، بمعنى كأنك أعتقت 100 عبد في سبيل الله، أو كأنك تصدقت بثمن 100 عبد في سبيل الله. لو فرضنا أن العبد ثمنه 100 ألف من الجنيهات، يبقى كأنك تصدقت بعشرة مليون جنيه في ميزان يوم القيامة. لو قلنا ب200 ألف، إذا كان الحيوان بيباع الآن الجاموسة أو البقرة بتباع ب20 ألف جنيه أو 30 ألف جنيه في السوق. فتخيل معي أخي المؤمن كم يباع عبد موحد يقول لا اله الا الله في 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 السوق لو يباع. ثواب عظيم جدا جدا. يبقى اول شيء هتاخد ثواب عتق، هتاخد ثواب كانك تصدقت بملايين او عشرات الملايين من الجنيهات. الثواب الثاني، ستكون لك حرزه من الشيطان طوال اليوم، لا يكون للشيطان عليك سلطان، تغفر ذنوبك لو كانت مثل زمد البحر كبائر وصغائر، الا الكبائر المتعلقه بحقوق الادميين، هتكت عرض إنسان، سفكت دم إنسان، يجب عليك أن تسترضي هذا الإنسان وأن تتحلل من مظلمته في يوم في الدنيا قبل الآخر. أما الأخبار المتعلقة برب العالمين سبحانه وتعالى يرجى أن تغفر، والكواء الصغير أيضا. المناقبة الرابعة وهي أفضل المناقب: ولن يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جئت به من عمل إلا أن يقول مثل ما قلت أو أفضل مما قلت. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، معنى لو أنا واحدا شهرا كاملا جاهد في سبيل الله وقام الليل وحج واعتمر ولم يقل هذا الذكر مطلقا، ولم يقل هذا الذكر مطلقا، وقلته أنت يوميا 100 مرة، سبقته إلى الجنة يوم القيامة، وكان ميزانك أثقل من ميزاني. ده حج واعتمر وجاهد في سبيل الله طوال الشهر وقام الليل، وأنت لم تفعل أي شيء من هذه الأشياء،
لم تفعل أي شيء من هذه الأشياء، لكن أنت تسبقه يوم القيامة بنص حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث. أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم غدا فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قلنا بلى رسول الله، قال ذكر الله. وأفضل الذكر هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. لأن هذا الذكر اعتراف كامل بالوحدانية لرب العالمين، وهذا هو السبيل الوحيد للعتق من النيران. فأنت تعتق عندما تقول هذا الذكر تعتق، يعني تؤكد دخولك في الإسلام، أو تؤكد تجدد إيمانك، وهذا معناه عتق من النار. لأن لا إله إلا الله في حد ذاتها يعني توجب الجنة، فالجزاء من جنس عمل. كما اعتقت نفسك أنت من النار يعطيك الله سبحانه وتعالى ثواب عتق رقبة، جزاء من جنس العمل. فقلت 100 مرة كأنك اعتقت 100 عبد في سبيل الله، شو الثواب العظيم. لذلك الذي لا يقول هذا الذكر يخسر خسارة فادحة جدا يوم القيامة في الثواب في الميزان. المقامة الرابعة الحمد لله الآن يعني تفوق الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. يعني لو إنسان، ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. وهي أفضل ذكر يقال في يوم عرفة، اللي هو أفضل، يشوف أفضل ذكر لأفضل يوم. يوم عرفة أفضل يوم أشرقت عليه الشمس، ويقال في أفضل ما في أفضل مكان، عند مكان يسمى الصخرة، الصخرات او مكان، المكان ده هو افضل مكان في جبل عرفه، الصخرات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقف عليه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى افضل ذكر يقال في افضل يوم وفي افضل مكان. فلذلك الذي لا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومش ياخذ منك حاجه. يعني انت لو قلت هذا الذكر 100 مره لن يأخذ منك أكثر من دقيقتين أو 3 دقائق. فالمقامة الرابعة أنها تأخذ ثواب، تسبق تأخذ ثواب الحجاج المعتبرين المجاهدين أقوام الليل. ولو واحد ظل شهرا يجاهد في سبيل الله ولم يقل هذا الذكر، وأنت قلته ولم تجاهد ولم تقم الليل ولم تحج ولا تعتبر، سبقته في ميزان يوم القيامة. المقامة التالية لا يحل لذنب أن يدركك في ذلك اليوم إلا أن تموت كافرا، إلا الشرك. الرسول يقول في الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له بعد العتق 40 ولد من بني إسماعيل، وكانت له حرزة من الشيطان، وكتبت له 10 حسنات، وحفظت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا أن يقول مثل ما قال أو أفضل مما قال، ولا يحل لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك، إلا أن يموت مشرك. عارف معنى إيه؟ تاخد ضمان بالجنة. لا يحل لذنب كبير أو صغيرة إلا الشرك. يعني رب العالمين يقول لك أنا أغفر لك قبل أن تذنب، حتى لو فعلت كبائر، حتى لو فعلت كبائر. معنى كده إيه؟ معنى كده عصمة من الكبائر، ولو طبعا العصمة لله سبحانه وتعالى، يعني للأنبياء فقط، ولكن يكون لك سياج حرزة من الذنوب والكبائر. فإذا وقعت في الذنب تلهم التوبة فورا. ربنا بيقول لك قبل ما تعمل الكبيرة أنا بغفر لك. ولا يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك، بمعنى أنه يموت كافرا. هذا هو الشيء الوحيد الذي يعني لا يستطيع هذا الذكر أن يفعل معه شيء. لكن فيش ذنب تاني ممكن يدركك، كما قال العلماء يدركه أي يهلكه أي يدخله جهنم. ولا يحل لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك. طب لو الزنا ولا قتل ولا أعوذ بالله، بإذن الله يغفر لك، أو بمعنى صح يحال بينك بالمعاصي. أنت لو قلت الذكر ده 100 مرة كل يوم يسقل قلبك وتلهم التوبة وتحال بينك بين الكبائر، يحيطك بسياج. لا مشكلة، وبس من الملاقب العظيم لهذا الذكر أيضا يقيق الحوادث والشرور.
والاسام، يعني بمعنى ان انت ما بتصابش في حادث سياره، ما بتصابش في حادث قطار، ما بتصابش، يحميك طول اليوم من اي مكروه. شوف المناقب العظيمه التي لا تحصى، كانك تصدقت بعشرات الملايين من الجنيهات. يكون لك حزه من الشيطان طوال اليوم، تسبق افضل من الجهاد في سبيل الله وقيام الليل و و و وعمل عمل يسير، و لا ولا يحل لذنب ان يدركها في ذلك اليوم الا ان تموت كافرا. بمعنى تلهم، كان رب العالمين يقول لك انا بعصمك. ف اذا ما يخشى الذكر العظيم. ف اللي بيقولش الذكر ده هيخسر خساره فادحه جدا يوم القيامه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مره توزع على مدار اليوم او تقال بعد صلاه الصبح. هكلمكم كل هذه المناقب، كل هذه المناقب بعد تحت الفيديو، انسخوها وانشروها، نشروا هذا العلم في ثواب عظيم، لعل علما فلو اجر مع بيبي يوم القيامه، لا ينقذ ذاك من جنون شيء، تشوش شبابيك الجرس في الشق في قناه، لا اسالكم كل جديد، ساعدوني على نشر السنه النبويه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.